سوكي يعني بارت، ما انا مش هتبقى اول مره حصلت كده يعني. مش هتطلع تقول زي ما بيتقال انا اتظلمت، انا التحكيم مش عارف ايه. ابدا. اصل هو ده دي الشماعه، دي الشماعه عارف بشوفها على الفيسبوك لو حسب الله ونعم الوكيل. ابدا خالص. يعني انت عندك ثقافه ان انت تتقبل الهزيمه؟ طبعا ده جزء منها. انا بقول لك لو بقيت توب 10 هبقى مبسوط. يعني انا انا متوقع اي حاجه، متوقع اطلع بره التوب 10 او جوه واتيفر. انا اوريدي مبسوط باللي انا عملته، لان انا ما كانتش في الخطه ان انا اخش مستر اولمبيا من اول سنه. ولا انا بقالي محترف 11 شهر ما كملتش سنه. اوريدي كسبت برو شو، ف يعني احنا الميشن اوريدي خلصانه. بالظبط الميشن خلصت. فبكره ده كله اكسترا بونس. فوات ايفر هابنز هنخرج برضو نسيلبريت وناكل، وارجع نرجع الفيديوز تاني بتاعت يوتيوب والحياه الطبيعيه، وواحد يريح شويه. هتفصل؟ هفصل ازاي؟ هتفصل يعني شويه، هتفصل شويه من يعني في ناس بتنزل من على مسرح اولمبيا خسرانه او كسبانه وبياخد يوم سيلبريتنج وبعد كده اليوم اللي بعده على طول. لا 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 انت هتعمل ايه بقى؟ انا بقالي سنتين ان بريب، سنتين تجهيز. فانا هفصل شهرين ثلاثه كده كده. لو اخدت خامس وتأهلت السنة الجاية هفصل شهرين ثلاثة. لازم ادي وقت برضو لولادي. عايز اسافر اشوف والدي، عايز ارجع مصر بلدي. بس اللعبة دي انانية، اللعبة دي اكنك متجوز اتنين على بعض. يعني الغيرة في اللعبة دي رهيبة. انت لو ريحت الثلاث شهور دول هيفرقوا معاك في وقفتك السنة الجاية على المسرح بتاع اولمبيا برضه. نو تعرف ما اعرفش يعني ايه بالعربي، قول انجلش وانا اقول اللي هو البون ارو. بون ارو. ساعات لما ترجع لورا قوي وتسيب هتطلع لقدام اكتر. السيناريو ده بيمشي مع اللي بيحصل، ان انا لازم اريح شويه عشان اعرف اخد طفره تانية. لان اللي عملته في انا اخر 14 اسبوع يعني اتجننت. يعني طريقة تمريني جنان. بنيت جيم في البيت عشان اتمرن اكتر. مرتين في اليوم، 6 مرات في الاسبوع كارديو، مرتين في اليوم. جبت الستير ماستر نفسه في بيتي عشان اصحى او على معدة فاضية اعمل 40 دقيقة ستير ماستر. بعدين 40 تانية بعد التمرين. لا اتجننت اتجننت يعني. الدايت نزلنا بالكربوهيدرات، لان الجسم بعد كل بطوله انت بتشوف اللعيبه مستوى بتنزل شويه. لا انا المدرب بتاعي صمم ان احنا هنتحسن. طب ازاي؟ هتتعب اكتر طبعا. هو اللي عنده الخطط بقى، هو عارف جسمي احسن مني. اللي انت جسمك ما بيتعبش بالشكل اللي انت فاهمه، بس لازم تعمل كذا 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 كذا. يا نهار ابيض، كارديو مرتين في اليوم، نزل الكربوهيدرات من 200 ل 100 ل 50. ف عدد وجباتك قد ايه في اليوم؟ لا هما 6 وجبات. يعني انت بتتكلم 50 50 في كل وجبه؟ لا 50 اليوم كله. وجبه واحده بس اللي فيها كربوهيدرات. شويه رز كده قبل التمرين وعيط بقى بقيه اليوم. عيط واشتكي واكلمه هو اعرفه. ايه اللي يخليك تعمل كل ده؟ ايه اللي يخليك تعيش الحياه القاسيه دي؟ يعني ايه الدافع او ايه الباشن ورا كل ده يخليك تعيش عيشه قاسيه اكنك في الجيش؟ السؤال كويس. اظن لان انا دلوقتي في سني مش كبير، فدي الفتره اللي انا ببني فيها حياتي. وكل واحد ليه فتره عذاب معينه. في عذاب مختلف، في عذاب مع الصراع بتاع عدم الامكانيه اللي هي اللي انا مريت فيها في الاول، وبعدين دي صلحتها. ودلوقتي الصراع مختلف، ان انت تبني الليجسي بتاعتك. بالظبط. فانا دي في المرحله دي. طبعا انا ممكن اوقف بكره واقول انا مش قادر واريح وابقى مرتاح، بس ده بقى الفرق ما بين اظن بيرسوناليتيز. بالظبط. تاني حاجه المعجبين والسبورترز عندنا في مصر، لما بقرا الكومنتس
صعب ان انا ترجع لورا، ارجع لورا. بيبقى بوش. هو بصراحه اي كلمه انا بشوفها ايجابيه او اي كلمه بيقول لك ان احنا بنشوف انت بتقدم لنا كذا او بتعمل لنا كذا، دي بتبقى بالنسبه لي يعني اكنه حط صباع ديناميت ورايا بيقول لي اجري بقى لحسن انت كده هتفرقع. انت عارف احنا انطلق في سر النجاح. احنا كمصريين وكعرب برضو الفانز لما بيبقوا فانز بيبقوا مستقتلين. التراس. التراس بيبقوا مستقتلين. بالظبط. هارد كور يعني. بالظبط. ف يعني زي ما تقول انا ساعات بحس ان انا ورايا جيش. يعني اي حد دلوقتي ساعات لما بيجي يتكلم غلط او بيقول حاجه وحشه عني بتلاقي 50 كومنت وراه نازلين بيقولوا كلام، فيروح شايل الكومنت على طول. بالظبط. فانا مش عايز اغل، مش عايز، I don't want to let these people down. هسالك سؤال هيعيش مدى الحياه. اوكي. بيني وبينك دايما هيبقى مرجعيه لمعجبين الدر. امتى تاخد القرار ان تقول مش عايز كمال اجسام تاني؟ كل مره حد هيبص لك هيرجع للفيديو ده ويشوف الحته دي، شوف ردك كان فيها ايه. احنا النهارده كام في الشهر؟ اعتقد ان احنا النهارده 13. 13 13 امتى هقول باي باي لكمال اجسام؟ احنا النهارده في 2018. بس انا عايز اوثقها بالتاريخ. اوكي. يعني 13 9 2018 وبكره مسرح اولمبيا بالنسبه لك. اوكي. لاول ماتش تقف على اولمبيا. امتى تنزل من على مسرح اولمبيا وما تطلعوش تاني؟ امتى تاخد القرار ده؟ لما جسمي ياخد القرار ده مش انا. لما جسمي يقول لي ام دن. لما الدكتور بتاعي يقول لي محمود. طب ما انت جسمك قايل لك ام دن من قبل ما تبدا. لا مش بالشكل ده. لا not yet. انت كان عندك عقبات جامده جدا في جسمك وانت حاربتها وحسنتها. امتى هتقول للعب كمال اجسام ام دن؟ هو نفس الرد. لما ان لو كملت ساعتها هخش في مرحله ما فيش رجوع. يعني دلوقتي في روم ان انا العب مع ان انا اخد ريسك شويه. ومحمد علي قال لك ايه اللي ما بياخدش ما بيجازفش في حياته مش هيوصل لاي مكان. فانا دلوقتي في مرحله ان ممكن اجازف. في والله اعلم يمكن يجي اليوم السنه الجايه، يمكن بعد 10 سنين هيجي اليوم اللي هو لو جازفت الريسك هيبقى مثلا انت هتبقى خلاص على ويل شير او مثلا لا سمح الله زي روني كولمن او فانا مش عايز اطلع كده. انا عايز اطلع مثلا زي جي كاتلر او فليكس لويس او واتيفر. ده اول سيناريو. ده اول سيناريو. تاني سيناريو لو كسبت الاولمبيا 3 مرات. انت تقدر تعمل كده؟ مش هقول، مش عايز اقولها على الكاميرا بس يعني يو نيفر نو. انا بقولك ده لو تقدر تعمل كده. انت مصدق ان انت تقدر تعمل كده؟ ليه لا؟ انا مش بسالك عشان تقول لي ليه. هتبقى انت مصدق؟ بس اجري بقى ورا الحلم ده. ممكن. لا مش ممكن. انا بقول لك ايوه، انا بقول لك مصدق. ما تدينيش الكلمه وترجع. لا انا بقول لك ممكن. يعني فعلا انت ممكن دي بتديني الاحتمال. لا بس ممكن. انت مصدق. مصدق اقول لك ليه؟ لان لو ما كنتش مصدق ما كنتش هعمل كل اللي انا بعمله. بس كده. ما كنتش هجازف بظهري، ما كنتش هكمل بطوله ثالثه ولا رابعه، ما كنتش هكمل في الدايت ده والعذاب ده. بس لان في جزء بعيد غويط في دماغي عارف كويس قوي ان انا ممكن اعملها. ولادك تحب تقول لهم ايه عن فتره الغياب؟ لان في بقى في غياب انت بتبقى موجود بس عقلك مش موجود، عقلك بيبقى في حته تانية. تحب تقول ايه لولادك عن فتره الغياب دي وتقول لهم يتعودوا عليها ازاي في اللي جاي عشان اللي جاي اصعب؟ ان هم يتعلموا ان التعليم او التربيه مش بالكلام، بالفعل. الابن بيتعلم من ابوه، من اللي بيشوف ابوه بيعمله. انا اتعلمت ابقى في شغلي كده عشان بشوف ابويا دايما شغال طحن. ببقى ساعات مثلا مع ابني لازم يبقى فيه ديسيبلين واحترام لان شفت ابويا نفس الحاجه. لازم يعلمني الصح من الغلط. لازم. فالتعليم مش مجرد ان انا ابقى موجود بس، الافعال بتاعتي اللي هم يشوفوها
هي دي الحاجات اللي عايزهم هم يتعلموها مني. اتقان العمل، الشرف في العمل، الشغل كويس، ازاي اعامل مراتي، ازاي اعامل الناس، ازاي اعامل اللي بيمسح الشارع نفس الطريقة اللي عامل بيها مدير شركة. نسبة الطيبة فيك قد ايه والشر قد ايه؟ لا ما اعرفش ده، قول لي انت بقى. انا لا انا ما اقدرش احكم عليك انت يعني، انت خليهم هم يردوا عليك. انت لو سألتني عني اقول لك نسبة الشر عندي عالية. لا لا انا ما عنديش اي فكرة. انا بص انا بحاول، انا بني ادم بغلط زي اي بني ادم، بس بحاول على قد ما اقدر، واظن الحمد لله وصلت ان دماغي تتبرمج كده، ان ابقى دايما اميل للقرار المظبوط. يعني مثلا واحده تيجي تقول لي مثلا في الجيم بص دي بتتمرن ازاي، ما ببصش دي بتتمرن ازاي. انت بتقوم بصص اللي بيكلمك او انت مالك يعني. بالظبط كده. يعني انا اصلا دماغي لما بشوف واحد بيتمرن غلط ما بتفكرش بطريقه سلبيه، بالعكس بتروح حرام ده بيحاول. فده اظن بتبقى عاده. بالظبط. لان والعاده دي بتيجي بان انت تبقى واعي بنفسك. يعني مثلا زمان اكيد ما كنتش كده طول عمري، اكيد ساعات اتريقت على ناس كتيره. لما اتريقت بسكت مع نفسي بقول طب ليه انت بتتريق عليه؟ افرض انت حد يتريق عليك تحب كده؟ فدي ورا فتره ورا فتره بتبقى هابت. ان انت دايما بتحاول تبقى ايجابي وبوزيتيف في اي سيناريو. اي سيناريو. على فكره يمكن موضوع ظهري ده يمكن ده حصل عشان ابقى انا مدرب احسن. عشان اطول في اللعبه اكتر. بالزبط. بان انا دايما ببقى سيف. لان نفترض مثلا ظهري سليم وانا اوريدي طريقه الخطوره 100% وانا اوريدي اوريدي طريقه تمريني غبيه. تخيل بقى لو ظهري سليم اروح اعمل ديد ليفت 6 طارات بس خلاص، وساعتها بقى اصابه صح بقى تيجي، عضله تتقطع او بتاع زي كده، لا قدر الله. فزي ما تقول ممكن اقول شوف البوزيتيف، ربنا مديك بين خفيف يبقى معاك على طول من بين واحد كبير قوي يقضي عليك. بالظبط. فده الاسلوب اللي انا بحاول اتاخده في حياتي. يعني انا مبسوط ان انا كنت معاك. انا اسعد. مش عايز انهي الحلقه بس انا عارف ان احنا لازم ننهيها عشان خاطر احنا نازلين للاولمبيا دلوقتي والناس تشوفك. فلو هتبص للكاميرا وهتقول للشباب عن احساس بيراودك دلوقتي او حاجه انت خايف منها وانت رايح ناحيه اولمبيا دلوقتي. خايف ان انا اخذلكم، بس هو ده اللي انا خايف منه، مش خايف من اي حاجه تانية. عايز بس كل المعجبين وكل اللي بيتفرجوا عليا يبقوا مبسوطين باللي انا اعمله، سواء يبقى مركز حلو او وحش. بس اما انا ناحيتي انا كده كده مبسوط باي انت راضي. انا راضي. بس عايز ارضيكم كلكم. يعني لا ان شاء الله ترضي معجبينك كلهم باذن الله وترفع راسنا. وهتهدي الاهداء ده لكندا ولا لمصر؟ سؤال خبيث. انا بكلمك بانهي لغه دلوقتي؟ بالمصري. يبقى قول الانترفيو لمين؟ لمصر. بس كده يعني انت هتهديه لمصر؟ ما انا ممكن اترجمه لك انزله لك في كندا يعني. مش هغلب يعني. بص يا هاني الموضوع ده انا عارف كنت هتيجي على الموضوع ده. انا عايش في كندا. تمام. اوكي. بس انا كل حاجه تانية بعملها بالعربي لمصر. حتى انت سالتني انت ليه ناس بتسالني يا ابني انت بتعمل فيديوهات بالانجليزي؟ لا لان انا ابن انا بص لو قطعت رستي دلوقتي الدم اللي هينزل دم مصر. اوكي. كل حاجه بعملها مصريين في دماغي. الفانز في فانز في كندا. بس مش مقارنه بالعدد بتاع مصر طبعا. بالظبط. بالظبط. وفي سبب الموضوع ده لان انا كل الطاقه اللي بعملها بديها انا بدي لكل واحد حقه. كندا نازل باسمها عشان عايش فيها. أيوة. والبزنس بتاعي فيها. يعني انا بعد النهارده هرجع فين؟ كندا. هرجع هناك. كندا. اوريدي انت عارف في اول انترفيو قلت لك على موضوع ان مفيش شغل. بالظبط. فتخيل بعد ما اعمل كل ده هوب يرجع الموضوع ريبيت من اول وجديد. بعد ما عالجناك الجيم بتاعك ببلاش، ما بتدفعش حاجه في الجيم، بنجيب لك اجهزه، تعليم ولادك، الدكاتره، حتى الدكاتره عارفين ان انا. انت عارف ان في كندا بيبقى في ويتنج ليست لما عايز تاخد MRI بيبقى 6 أشهر. 6 أشهر انت بالنسبه لك على طول. والله العظيم اكلم الدكتور. ما فيش دكتور على فكره في الغرب يدي رقم تليفون. طبعا.
رومن، مش اقول له دكتور رومن، رومن محتاج ام ار اي، اي نيد ان ام ار اي. طيب I'll call my secretary the hospital، اللي في المستشفى. تجي لي مكالمه، مستر محمود يور ام ار اي از تيوزداي اللي جاي بعد بكره. وهو عارف ان انا رايح العب باسم كندا، فكل واحد وبدي له حقه. وعلى فكره دي يعني انت قصدك استنى يعني انت قصدك انت بتنتمي للدوله اللي بتدعمك اكتر او بتوفر لك سبل الراحه؟ لا خالص أصلاً. لان انا لو كنت بعمل كده كنت قلبت كل حاجه انجليش وقدمت كل المعلومات دي فور فري للكنديانز. بس الواحد برضو، ودي انا بقولها للشباب، انت برضو لازم تفكر وتستخدم عقلك. لو انت استخدمت قلبك في كل حاجه في حياتك هتوديك في داهيه. ابسط مثل، لو انت هتتجوز شخص، واحده كويسه ام بيت تسندك، ولا واحده سوري يعني سوبر موديل بس مش هتنفعك؟ عقلك هيقول لك ايه؟ لا انت تتجوز واحده ام بيت وبتاع. نفس السيناريو بالظبط. وبعدين مين قال لك ان دي مش اخر اولمبيا؟ فمين قال لك ان انا هفضل العب باسم كندا؟ يعني ده في حد ذاته تصريح هتتحاسب عليه. بس انا مبسوط، الكلام انا اسعد، الكلام لطيف. انا في الحته دي انا مبسوط. بص انا ما عنديش مشكله خالص ان انت بتلعب باسم دوله تانية او حاجه او كده. انا ما عندي، لسبب انا حامل جنسيه تانية اصلا، يعني انا مش مصري بس، انا عندي جنسيه تانية. بس انا كان بالنسبه لي لما كلمت على السوشيال ميديا عشان اقول الناس بتقول ان مين مشاركين من المصريين، فانا قلت لا، قالوا لي الدره، قلت لهم يا جماعه الدره بيمثل كندا لان الدره عايش في كندا. اللي انت قلته دلوقتي بيبرر الكلام اللي انا قلته على السوشيال ميديا عنك، ان الدوله هناك زي ما انت قلت الدكاتره بتقف جنبك، الحكومه موفره لك الجيم او ايا كان، فانت انتمائك لازم يكون للدوله اللي بتدعمك. بس برغم كل ده لما اي حد في كندا يسالني انت منين؟ مصر. ايجيبت طبعا. ده ما ينفعش تنكره، اصل مش هينفع تقول كندا بس لان انت مش كندي. فاللي داخل بكره مصري بالظبط. بس وده اهم حاجه، زي ما قلت لك دي اول اولمبيا بالظبط، وده شيء نفتخر بيه وشيء سعداء بيه. واعتقد ان الناس حباك بدليل كميه البوش اللي عليا ان انا جاي اصور حلقه معاك. انا طبعا انا كلمتك من زمان جدا على قبل نيويورك. بالظبط، يعني مكلمك من زمان، احنا كنا متفقين نروح اوهايو مع بعض ونصور هناك يعني، فاهمني؟ بس انت لو شفت كميه البوش والمسجز اللي كان بيجي لي عشان اصور مع الدره، انت سوبرمان يا عم. والله انا على فكره عارف ان الناس عارفاني ما بفخمش في حد يعني، بس هو فعلا يعني طالما الناس حباك بالمنظر ده فانت بالنسبه للناس انت سوبر. ده من حب ربنا، الحمد لله. بس الحمد لله رب العالمين. انا مبسوط، انا اسعد، انا كنت معاك بجد فعلا، بتشرف بالمقابله دي، وان شاء الله تبقى مرجع لينا دايما نرجع نبص عليها ونشوف احنا قلنا فيها ايه، واللي جاي باذن الله يبقى متطور بناء على الكلام اللي احنا اتكلمنا باذن النهار. الله بشكرك جدا. شكرا. تقول للناس بقى كلمه تختم بيها انت الحلقه، انا مش هختم. عايز اشكركم كلكم، لكل الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها لي، المسجات اللي انتوا بتبعتها لي. انا عارف ان ساعات انتوا فاكرين ان انا ما بشوفهاش، بالذات مثلا على الانستجرام اللي هو الاذر مسجز بقراها كلها. وبتيجي ايام لما مثلا حياتي الشخصيه بتبقى في الطريق والواحد ما بيبقاش مش قادر يروح يتمرن، المسجات بتاعتكم هي اللي بتفرق فينا. واخر حاجه يا جماعه، احنا كعرب قليلين، خلينا دايما نساند بعض، لان في الاول وفي الاخر صدقوني وانا عايش في الغرب بقول لكم ملناش غير بعض. شكرا على اللقاء يا هاني. شكرا، انا بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي جدا على ده، ميرسي جدا، انا بسقف لك بجد لان معجب باللي انت قلته. ربنا يخليك حبيبي. شكرا لك. سلام عليكم جميعا. يلا قوم كل بقى انطلق.